كواناي. باهي نفكروا سيدة المستمعين بالترتيب، محمد الهميمي في المرتبة الأولى والباقي من عرش شوتوكا، الباقي من عرش كون في المرتبة الثانية. مش مهم مانيش معروفين هنا، مش مشكل باش ندخل انتو كان عارفوا شكون في المرتبة الأخيرة. ضيف الشرف هذيك. لا شو اسمه صفية من فضلك طه اللي باش يجاوب على إجابته على سؤاله باش ياخذ فودو. حلويات ضيف الشرف سؤاله اللي يجاوب عليه ياخذ فودو. انا عندي اقتراح قبل ما نبدا. لا يا مدام راه لازمك تفهموا في البلاتو ذا العاود الفاتي جديده معنا استجير مازال مش مشكل راه هنا فما واحد برك يقترح واحد برك اي صحيت دونك هذه ديما لازم تحطها في مخك انه راه سيب لي استوجي فكرت نلقى استوج بجنبي تبتاعك تفضل تفكرت اغنيه بن جيرمان 99% نعرفش كنت تعرف حتى ليا ما عرفيش اي نحطوا التابي ونبداو في الكيو ان اي خاطر مش وقت انك تفكر بالغنيه اللي توا معناها في ميك سؤالك اش بيك غدار سؤالي سال برشا شنو هي لغه البرمجه اللي مسميه على نوع نتاع قهوه انا نعرف سهل عاد هذا انا خليو امين انا وياك شنو نقسموا البوندا وين هي اسم قهوه معروف اهلا سامحني هي اسم قهوه معروف انت اللي عدتي شنو هو قال لي شكون ما يطلعهاش هو اللي ياخذ نقطه امير نتذكرك اشوف في كيو باهي لحظه سؤال مو شكل لوجو اللي فيه ديجا قهوه ما هوش الاسم الاسم جافا اكزاكتومون جافا هي جافا هي معناها كيس يجي بلا لا والله جافا معناها كيس جافا مش كيس سي قهوه اللي يسميه واللونجاج هذه يسميه جافا على قهوة بيه اللي بش ياخذ النقطة هو اللي بش يعطيني قهوة دي وين بالضبط مدام سهل برشا في الكيس محضر روحي انا بالكدي هو سير في المكيب في الكيس بدي سألت سؤالك راهو معناها سؤالك سألت تحبوا تاخذوا كل برشا نقاط انا نسحب ناخذوا الكل كان انت لا بلاش على بما انه الكلكم جاوبتوا نوعا ما والكلكم عرفتوها هذه مشكلتك الجمعه الجايه نسال هنا السؤال هذا اما ليه نحب نعرف المعلومه وين في كولومبيا برازيل جافا هي جزيره اندونيسيه وفي اندونيسيا فما القهوه نتاع جافا والله شو نقول والله كاش نقول فما جزيره معناها في اندونيسيا اسمها اما ما نعرفش ما في باليش من غادي واضح تخي بيان كنتش تقولها لا نعرف اللي فما جزيره اسمها جافا ما في باليش منها هي الاسم به صافي سؤالك سؤالي سهل برشا شنو انه اكبر كونت انستغرام توا موجود وقديش فيه كريستيانو رونالدو قديش فيه 500 واش مليون 500 واش مليون كريستيانو هو كريستيانو رونالدو كريستيانو هو كريستيانو رونالدو في بيل اكبر كونت عند كريستيانو رونالدو اما قديش كنا نجيبو في شطار اجابه 500 واش مش نعطيك بالضبط ولا نعطيو قبل السؤال بعد السؤال انت علاش متغشش فسر لي خاطر نحب الريال معناها أي تنجم تسكنوا تحكيوا ايوا اي نستنى فيكم فاسكي سوم 500 فاسكي ساعة ديجا اليميني اي طه اليميني انا نعرف قد على اليميني على اليميني تهنى انا مانيش نجاوب تهنى باهي اني طلعت صيح من الاول دونك جيوب كريستيانو رونالدو قد ايه قلت؟ قلت 500 مليون ظاهر تحب الرياضة اكثر اكثر بياسة اكثر ليه عندها مدة عندها مدة 500 مليون تقريبا قبل ما يمشي للنصر 500 مليون انا نتخيل في 600 كي 600 650 حاجة جميل جدا ايوا قلنا 600 ديجا بكري قلت قبل ما ننقل انا خليتها 622 قداش هي؟ 630 630 630 مليون اكبر كونت انستغرام موجود توا لي كريستيانو رونالدو هي مشكلة قبل كيلي جينر حاجة هكا كانت هي اللي عندها لا من بكري هربيهم هربوا اوكي خاطر نفكر في الريال 350 مليون هو هرب نفكر وقتها فما كونت انستغرام تاع العظمة ذيك اللي اكثر بوست خذي لايك وطاح في بالي ولا عند كيلي جينر بار كونتر اكثر بوست خذي لايك شكون؟ تصويرة ميسي بتاع الكوب دي موند ميسي كوب دي موند اكزاكتومون فاتت اكزاكتومون فاتت العظمة نقطة حتى على الطاير طه كيستيون تاعي ممكن بين بين في كي ندخلوا لاي سيت ويب باش نلقاو الهاش تي تي بي اس هذيك من الاول فما هاش تي تي بي اس وفما هاش تي تي بي شنو هي الفرق ما بيناتهم انا نجم نجيب مو سيرتيفيكا سي سي وي الكل نكملوا 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 سيرتيفيكا سي سي نقول لكم حكيت لكم انا مره الطرفه نتاع هاش تي تي بي هاش تي تي بي اس والله ظهر لي حكيت هاش تي تي بي هو الجمع نتاع هاش تي تي بي اس صارت جاتنا قراوا معايا شكون اكزاكتوم في الفاك
قال لنا وقتها كيلا الديفيرونس انت اتش تي بي اتش تي بي اس صاحبي بلوريال بلوريال اتش تي بي اس بلوريال بتاع اتش تي بي اختنا من البداية نحب نسأل واش يخدم اي استنى شنو اللي اختنا فما قوي عاد لهني راه وصلت لا لا هو ضيف شرف في خالي تكمل اش معناها اتش تي بي اس كلمة كاملة هي بريفاسيون تاع حاجة شنو هي الحاجة هذيك انا نعرفها معناها انا ما نعرفهاش هايبر تكست ترانسفير بروتوكول سيكيورد الاس اي سيكيورد ما نجمش الحقيقه معني عيب عليك نعطيهم شويه وقت لا ما نجمش ما نجاوبش على هو كيفاش تجينا الحلقه الجايه ما نجمش لكم مساله في جي سي في في دومينيتكم معناتها بالحق انت راه الميسيون هي دومينيت ماهيش باتي ايزي اسمها تيكت ايزي منيش تكون البيتون ارمي سالتكمش على الاي راه سالتكم على الاي ممكن واضح لحد الان شكون بياخذ نقاط فينا معناها انا راني ديجا ام ثينك انت في الحلقه الجايه قاعد تقولنا ويا ترصد المرتبه الاولى محمد يتصدر انا نقترح انه يجي عدد المنافذ الجمعه الجايه يبدا قيد امير سؤالك بون سؤالي باش نكمل على المنوال نتاع جمع لي فيديو الكونتنت وجاوا هذيك والدنيا هذيك الكل شكون ربي سامحني معاك ثلاثه كونتنت كريت هو جيت نجاوب واحد باهي ميرسي من الاخر مش قلت لك برا قلت لك اليوم جيت شكون يعطيني الديفينيسيون تاع البراندد كونتنت براندد اي براندد اي لو كونتينيو براندي هما فما 5 تيب دو كرياسيون دو كونتينيو 5 تيب مش فورما فورما هو تكست فيديو نعرفها من خير النور 5 تيب دو كونتينيو فما لو كونتينيو اسمه براند كونتنت شنو براند كونتنت براند كونتنت عنده ديفينيسيون واضحه نعطيوني ديفينيسيون سهله باهي انا على حد معلوماتي البسيطه لو فيت لي اون كري ان كونتينيو كي ريبريزونت لو براند او بوين لي كي تعرضك التصويره تعرف اللي احنا نحكيو على البراند هيك ما غير ما نحطوا حد شيء تبعها باهي بريسك حاجه كيما كيك ريليتد للبراند بيتو هذاك وين مخي يمشي الحق عليه والله اللي نعرفه هنا براندد كونتنت هو كي انا مثلا نعمل محتوى فيه بلاسمون برودوي ولا حاجه باهي سيلينغ كونتنت هذاك انا نعرف البراندينغ اللي هو نفس الديفينيسيون اللي قالتها صفيه ديفينيسيون سهله على الاخر مش مربوط بال انك تعرف ليماج ما تعرف ما غير ماهيش مربوطه بالحاجه هذيك لو براند كونتنت هو لو كونتينيو اللي كومونيكي لي فالور لي ميسيون الميسيون والبوت نتاع الماركت نتاعك واضح باهي سؤالي هو الكلنا نحلو في بيسي كل يوم نكون واضحين معنا فماش واحد فينا ما يحلش البيسي كل يوم اكيد اول حاجه تصير كي نحلو البيسي شنو هذيك اتذكر السؤال اول كي تفيق صباعي على الحاجه تعملها جديد عديت على اكزامان هذي نسيت اول حاجه في شد كريستا ضحك سامحوني برشا دوار مش الروم فيت فما حاجه في السي بي يو اللي ديما تبقى تخدم هذيك بليتو رام صغيره هي اللي تسجل لي دوني مثلا تاع الوقت وكل وكذا هذيك اول حاجه تبعث سينيال باش البي سي يبدا يخدم دونك حسب ما نذكر الكور نتاعي شو معنى البيوس هي اول حاجه حاجه كي مش البيوس اما في لي كومبوزون فما اون بارتيك اللي ديما تبقى تخدم دونك هذيك هي اللي باش تبعث السينيال نتاع هذيك اسمها الروم باه كم مانيش غلط خذيت اجابتكم بيوس روم صافي صافي لي فونتيلو باهي سؤالك عاود لي سؤال اول حاجه تشارج في البي سي دوما نحلو اش معنى تشارج ايوه اول حاجه تشارجمون اول حاجه تفيق اول حاجه تفيق بالضبط في البي سي نتصور سي بي يو بروسيسور باهي الاجابه الصحيحه لصديقنا في ميكر اللي هي البيوس نايس البيوس البيوس اللي هي الابريفياسيون تاع بيزك انبوت اوتبوت سيستم بالضبط البيوس هو شنو يا امير اللي انا قبل ما تبدا الميسيون اجي نكلمكم معايا وين تترويتكم مع حاضرين كذا اكزاكتوم هذاك شنو يعمل البيوس يمشي تشيك يشوف لي بيريفيريك اللي موجودين الكل دونت لي سورتي شنو اللي يخدم شنو ما يخدمش كذا اذا كان فما مشكله في اي حاجه من لي بيريفيريك وقتها يخرج لنا هكا يا اما البلو سكرين ولا حتى حاجه اخرى يقول لك راهو تيان راهو البيريفيريك كذايا ما فيه مشكله مثلا كي نعملوا ساعات نفرسيو لاري نتاع تاع البي سي ما تلاحظوش انه على اول من روديماريو يخرج لنا ساعات حاجه يقول لك روديماري اوتوماتيكمون نورمالمون
والا لا هذاك على خاطر عنده حاجه صارت دون مانيغ انورمال دونك هذاك علاش البيوس هو اول حاجه وهذاك هو شنو خدمه البيوس في علاقه بي نطلب من فضلك المخرج تجي تعمل لي تصويره مع النقطه نتاعي اليوم داري النقطة عندي شهر ونص ما يضمرين لولادي لليوم اون فاير تفضل صافي انا اي سويت نظرة الاحتقار اللي ريتها فنتيلاتور مستحقة نقول اللي هو ساركازم اللي انا نفندلك ما لا راني نقري في الاجيال راهو عيب راني الاولاد اللي تسمعوا فيها راني نفندلك الاولاد فهمنا لي جينيراسيون فيتور كيفاش باش يكونوا واضح هذه كانت الكونية